في تفسير فرات بن إبراهيم بسنده عن ابن عباس قال: سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم على فاطمة وهي حزينة، فقال لها: ما حزنك يا بني؟ ليش أشوفك حزينة؟ قالت: يا أبا، ذكرت المحشر ووقوف الناس عراة يوم القيامة. قال: يا بني، إنه ليوم عظيم، ولكن قد أخبرني جبرائيل عن الله عز وجل، قال: أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا، ثم أبي إبراهيم، ثم بعلك علي بن أبي طالب، ثم يبعث الله إليك جبرائيل في 70,000 ملك، فيضرب على قبرك 7 قباب من نور، ثم يأتيك إسرافيل 3 حلل من نور، فيقف عند رأسك فيناديك: يا فاطمة بنت محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه إسرافيل إلى نداء خاص ينفخ، فإذا هم قيام ينظرون. أكو فد نداء خاص يأتي، يقول: يا فاطمة بنت محمد قومي إلى محشرك. أنتم من أصحاب الصور العام، خطاب خاص، فتقومين آمنة، بلي فتقومين آمنة روعتك، مستورة عورتك، فيناولك إسرافيل الحلل فتلبسينها، ثم إلى آخر الرواية. فإذا يركبوها وكذا وشي، أخذنا الأحاديث في ذلك. فإذا جد بك السير استقبلتك 70,000 حوراء يستبشرون بالنظر إليك، بيد كل واحدة منهن مجمر من نور يسطع منها ريح العود من غير نار. الجنة نار ما بيها بعد، لاحظت؟ مجمر، أما هذا يطلع منه بخار، يطلع منه دخان طيب رائحة. هاي المجامر اللي عندنا شنو بيها؟ مجمر، هو اسمه مجمر، المجمر يعني الجمر، مكان الجمر يعني. أما هذا المجمر مخصوص، هذا يطلع نار بي ما بي نار. شايفين أكو الآن أكو أجهزة بخور تبخر الماي، نوعين هذا اللي يتبخر المي، نوع يطلع بخار حار، نوع يطلع بخار بارد. شايف بخار وبارد؟ هذا بخار يطلع، أما بخار بارد يطلع. لاحظتوا؟ أنا شايف هذا الجهاز، يعني مو أنه موجود. وعليهن أكاليل الجوهر المرصع بالزبرجد الأخضر، فيسرن عن يمينك، فإذا سرت مثل الذي سرت من قبرك إلى أن لقينك استقبلتك مريم بنت عمران في مثل من معك من الحور، ثم تستقبلك أمك خديجة أول المؤمنات بالله ورسوله، ومعها 70,000 ملك بأيديهم ألوية التكبير، فإذا قربت من الجمع استقبلتك حواء في 70,000 حوراء، ومعها آسيا بنت مزاحم. ذني كل هني مشان دائر مدارج، انت في الوسط تمشين. فإذا توسطت الجمع، وذلك أن الله يجمع الخلائق في صعيد واحد، فيستوي بهم الأقدام، ثم ينادي مناد من تحت العرش يسمع الخلائق، هذا المنادي يسمعهم جميعا: غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة، حتى تجوز فاطمة الصديقة بنت محمد صلى الله عليه وآله ومن معها.